بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السادة الحضور الكرام، مرة أخرى من السرادق المقام للمغفور له بإذن الله المرحوم الحاج شعبان فاروق سليم، عود طيب مبارك إلى مائدة القرآن الكريم، وقارئنا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والدول الإسلامية، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن الخولي القارئ والمقيم بمركز مدينة طنطا بمحافظة الغربية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة تطيع ربك أن
نزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله اتقوا الله قال اتقوا الله إذ قال الحواريون عيسى ابن مريم إذ قال الحواري ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم من يستطيع ربك قال اتقوا الله قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها
الشاهدين ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم السماء تكون لنا عيدا تكون لنا منك وارزقنا وآية منك وارزقنا وأنت خير قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا قال الله إني منزلها عليكم قال الله فمن يكفر بعد منكم فإني
يعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن قال الله يا عيسى ابن مريم قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس سبحانك قال سبحانك قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق
فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إلا ما أمرتني به أن أعبد الله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام إلا
أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد يا رب وأنت على كل شيء شهيد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام به أن أعبد الله ما قلت لهم إلا ما أن يعبد الله أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
آية حق تعالى الله قائلها تهدي الحيارى وتشفي كل ذي سقم فاجعل كتاب الله مذكرا لك في كل آن ثم منه تعلمي داوم عليه قراءة ودراسة يهديك ربك للطريق الأقوم ويزيدك الرحمن عزا وتوفيقا فبادر واغتنم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها قاري جمهورية مصر العربية والقاري باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن الخولي القارئ والمقيم بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية. تتوجه أسرة الفقيد بالشكر للسادة المعزين على تأدية واجب العزاء كما تخص بالذكر السادة أصحاب مقاويل الفراشة والكهرباء بجمهورية مصر العربية. الجمع الكريم سعيكم مشكور جميعاً.